فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل تسبب في حادث سيارة ترتب على ذلك غرامة مقدارها 35,000 ريال وأدخل السجن لأنه لا يوجد لديه هذا المبلغ حيث إنه فقير. سؤاله: هل لوالده الغني أن يعطيه من الزكاة في مثل هذه الحال؟ وهل هناك فرق بين إعطاء القريب من الزكاة إذا كان غارما أو إعطائه لأجل النفقة؟ لا، ما يجوز لوالده أن يعطيه من الزكاة. زكاة لا تحل، زكاة الوالد لولده لأي غرض كان، لكن يتحملها من ماله، الوالد يتحملها من ماله إذا كان ابنه فقير يتحملها من ماله، مثل النفقة إذا كان فقير ولا عنده شيء يجب عليه أن ينفق عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.